بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للو علينا ضغط الهواء في المسدسات الأصلي، الراية ما بتخلفش. بمعنى ان بص كده، شايف الراية مخزنة فوق وتحت. بص في تخزين ازاي، هنا وهنا. لو مسدس أصلي وعلينا ضغط الهواء، المفروض الراية تبقى منتظمة كده. مش شرط ان الراية تبقى منتظمة كده، سواء علينا او قللنا او ضبطنا ضغط الهواء، مش شرط. يعني في مسدسات، يعني ده مسدس ساتا اصلي، بص كده الراية طالعة مش منتظمة، مجمعة هنا وهنا. هل ده ان هو كده بايظ؟ لا، هو عشان احنا معلين ضغط الهواء. يعني هو المفروض الهواء اللي يتضبط عليه 2 بار، اللي احنا بنديه دلوقتي ده كده، ده بتاع 4 و5 بار. انما لو قللنا ضغط الهواء، بص كده، تلاقي الهواء، تلاقي دي كده منتظمة. ليه؟ لان ضبطنا الهواء زي ما هو قايل. وفي مسدسات غالية اشتغلنا بيها ورخيصة، بنعلي ضغط الهواء اكتر من اللي مكتوب هنا، والراية بتكون منتظمة على فكرة، مش شرط. فافضل حاجة ايه؟ ان انا اشتغل زي ما هو كاتب على المسدس، ايه اللي 2 بار، 3 بار، 4 بار، 1 بار، 5 بار، اشتغل زي ما هو قايل وجرب. لقيت قبل ما ترش العربية زود الهواء، يعني في مسدسات معايا بزود الهواء، انا عايز ازود الهواء اكتر من المسموح بيه، اجرب الاول على ورقه، على حاجه، لقيت نفسي زودت الهواء والرايه منتظمه معايا، خلاص توكل على الله واشتغل. لو انت عاوز هواء جديد، مش شرط. لكن مش معنى ان هو ان الرايه خالفت لو عليت ضغط الهواء ان ده عشان مسدس صيني او مش اصلي او اصلي، لا ملهاش دعوه. مسدسات صيني اشتغلنا بيها، علينا ضغط الهواء اكتر من اللي مسموح بيه، والرايه ما خالفتش برضه ومظبوطه. يعني توضيح بس كده، ولا عنده اضافه برضه؟ سبب التعليقات. صباح الفل.